السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. خوتي كبدايه وبدون مقدمات بغي نسقسيكم حاجه، واش المنتخب اللي لعب قبل قليل هو المنتخب الوطني الجزائري ولا منتخب اوروبي؟ طبعا هذا الفيديو يخص يعني الشوط الاول فقط، الفيديو هذا راني نسجله لكم بين الشوطين لانه ما قدرتش نمسك روحي. المنتخب الوطني الجزائري اللي لعب اليوم اعزائي الكرام امام منتخب انغولا مش منتخب بلادنا، منتخب اوروبي. هذا المنتخب الوطني الجزائري يعني اللي فقد الهويه نتاعو سابقا جال بهويه البطل وبهويه جديده اعزائي الكرام، ودخل بتيكي تاكا عاليه جدا فوق ارضيه الميدان امام منتخب انغولا. سجلنا الهدف الاول في وقت مبكر وسجلنا الهدف الثاني، ويا ريت الحكم يعني احتسب لنا الهدف الثاني لكان افضل وابهر هدف راح يكون في هذه البطولة. ما رانيش عارف واش راح يصير من القدام، ولكن راح يكون بغداد بن نجاح الهدف نتاعو بتلك المقصية أفضل هدف في البطولة، ولكن للأسف الحكم حرمنا يعني من هذا الهدف بداعي التسلل. راح نتحقق من يعني طبيعة هذا الهدف واش حقا كان متسلل أم العكس. كذلك أيضا عندنا العديد من النقاط وراح نشوفوا ماذا قالت الكاف عزيزي الكرام عن هدف بغداد بن نجاح، وكذلك أيضا عن العديد من النقاط الأخرى. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا التشكيله التي توقعناها سابقا اعزائي الكرام كانت بنسبه 99% صحيحه، غلطنا فقط في لاعب واحد الا وهو بغداد بن نجاح. انا توقعت باللي انه راح يكون عندنا يعني اسلام سليماني في راس الحرمة، ولكن بالماضي يعني اشرك بغداد بن نجاح مكان اسلام سليماني حسب توقعاتي، فالتوقعات نتاعنا راها في الطريق الصحيح. على كل حال المباراه نتاع اليوم نتكلم عن الشوط الاول فقط كما قلنا، يعني استمتعت صراحة بالله عليكم، اكتبوا لنا في صندوق التعليقات واش استمتعتوا بالشوط الأول تاع المنتخب الوطني الجزائري ولا لا؟ يعني أنا راني منبهر بأداء المنتخب الوطني الجزائري، ولكن يجب الحذر. الشوط الثاني مازال ما بداش، ويجب الحذر من منتخب أنغولا لأنه هدف مقابل ولا شيء، نتيجة غير مطمئنة، ممكن يعدلوا لنا، ممكن يفوزوا علينا، لا سمح الله إن شاء الله ما يفوزوش علينا، ولكن إن شاء الله نزيدوا نسجلوا لهم أهداف في الشوط الثاني. على كل حال المباراة اليوم بدأت لصالح المنتخب الوطني الجزائري، والكرة كانت عند المنتخب الوطني الجزائري وباستحواذ كبير جدا. أول محاولة للمنتخب الوطني الجزائري كانت من أقدام فارس شايبي في الجهة اليسرى، وبالماضي لو لاحظتوا اليوم ركز على اللعب على الرواق الأيسر وركز على الثلاثية التي جمعت بين بن ناصر وريان أيت نوري ويوسف بليلي. هذه الثلاثية هي اللي دارتنا تيكي تاكا اعزائي الكرام فوق ارضية الميدان وخلاتنا نستمتعوا بهذه المباراة. بالماضي يعني كما قال سابقا انه راح يحضر لخطط جديدة، ما كذبش علينا اعزائي الكرام، شفنا النتيجة فوق ارضية الميدان، تحسب انه منتخب اوروبي راح يلعب وليس منتخب افريقي، فما شاء الله. وهذه يعني النقطة تحتسب للكوتش جمال الماضي بالنسبة للشوط الأول. إن شاء الله في الشوط الثاني لاعبي المنتخب الوطني الجزائري يضاعفوا المجهود نتاعهم ويسجلوا أهداف أخرى. فالثلاثية اللي جمعت بين بن ناصر وريان أيت نوري ويوسف بليلي صراحة كانت خرافية، كانوا يصعدوا يعني إلى مستوى الهجوم ويجبدوا اللاعبين ويخلقوا مساحات يعني في الطرف الآخر ويمرروا للجهة الأخرى من أجل محاولة تسجيل الأهداف. منتخب الخصم منتخب أنغولا اليوم لعب بتكتل دفاعي مثل ما كان متوقع، وطريقة لعبه كانت واضحة جدا، هو أنه يلعبوا بتكتل دفاعي، ولاعبي المنتخب الوطني الجزائري نوعا ما لعبوا بدفاع متقدم وفرضوا سيطرتهم على منتخب أنغولا، وكانت هنالك هجمات مرتده للاعبي الخصم، ولكن الدفاع كان في المستوى. المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الاول كان مستحوذ بنسبه 75% على الكره عكس منتخب انغولا الذي يعني المنتخب الوطني الجزائري تحكم فيه في الشوط الاول. المنتخب الوطني الجزائري سجل الهدف الاول في وقت نوعا ما مبكر في الدقيقه 19 من عمر المباراه باسيست يوسف بليلي الظاهر امامكم، وحطها في الشباك بشكل مثالي، وكان الانهاء في القمه صراحه. بغداد بن نجاح بعد عودته الى المنتخب الوطني الجزائري هو مش بغداد بن نجاح اللي يعني شفنا معاه ايام سيئه سابقا، بل انه عاد الى نسخته السابقه سنه 2019، وشفنا انهاء اليوم عزيزي الكرام ما شاء الله ما دام يزيد يعني يدير نفس الانهاء في المباريات المقبله، لانه هذا اللاعب عزيزي الكرام اذا راح يعني يبقى في نفس هذا المستوى راح يحدد مكانه اسلام سليماني على مستوى راس الحربه.
وطبعا بلا ما ننساو اعزائي الكرام الشطحه الخاصه ببغداد بونجاح ويوسف بلايلي الذي عادت من جديد واللي توحشناها صراحه بعد كل هدف لاعبين المنتخب الوطني الجزائري، كل من بغداد بونجاح وكذلك يوسف بلايلي كانوا متعونا بهذه الشطحه، واليوم متعونا بتلك الشطحه اعزائي الكرام، وقبلها كان هدف خرافي، فمن حقهم يشطحوا ومن حقهم يفرحوا فوق ارضيه الميدان، ويعني يديروا العرفه كامل فوق ارضيه الميدان، حلال عليهم والله خوتي، لانه ما قدموه في هذا الشوط الاول كان يعني مستوى في القمه، وان شاء الله يديروا نفس الشيء في الشوط الثاني. بالنسبه للهدف الثاني اعزائي الكرام لبغداد بونجاح اللي كان عالمي في الدقيقه 24 بمقصيه خرافيه، يعني صراحه لو كان هذا الهدف احتسبه الحكم لكان افضل هدف في البطوله، ونأكدها من هذا الفيديو، مهما راح نشوفوا اهداف جميله يعني في باقي المسابقه راح يكون افضل هدف، وممكن راح يفوز بجائزه افضل هدف في البطوله، لانه مقصيه انا ما كنتش استناها صراحه من بغداد بونجاح، ولكن بغداد بونجاح فاجأ الجميع اعزائي الكرام بتلك المقصيه، ولكن هي فرحه لم تدم بعدما ان لم يحتسبها الحكم السنغالي عيسى سي. بزاف ناس يعني ممكن حاليا راهم يطرحوا تساؤلات، واش حقا كان تسلل ام العكس كما تشاهدون في هذه اللقطه الظاهره امامكم. للاسف الشديد بعد العوده الى تقنيه الفار الهدف لم يتم احتسابه، وذلك بداعي التسلل، والتسلل كان يعني واضح والحكم لم يحرمنا من هذا الهدف، ولكن تمنيت انه كان هدف شرعي وهدف صحيح، ولكن القانون قانون اعزائي الكرام، ما دام تكون تسلل والكاميرات يعني تحكمك متسلل فسيتم الغاء الهدف، وهذا ما شاهدناه اعزائي الكرام، ولكن ماذا بينا خاوتي نشوفوا نفس الهدف يعني من المستقبل صراحة، يعني افضل هدف شفته للمنتخب الوطني الجزائري على مر السنوات الماضية صراحة. تمنيت صراحة انه الهدف هذا لو كان شرعي، ولكن ان شاء الله ما قدر فعل، وطبعا الحكم كما قلنا الغى هذا الهدف ولم يكن شرعي. بغداد بونجاح يعني الحقيقة تقال في الشوط الأول رجع ورجع بقوة، ولم نكن ننتظر عودة بغداد بونجاح بهذا الأداء، وطبعا بالنسبة للناس اللي كانت تقول باللي أنه يوسف بلايلي ما لازمش يرجع للمنتخب الوطني الجزائري، يوسف بلايلي صنع كلا الهدفين، الهدف الأول والهدف الثاني. ما وراكم انتم في صندوق التعليقات، يبدو ان يوسف بلالي رد على الجميع بادائه فوق ارضيه الميدان، وهذا فقط في المباراه الاولى، ولكن كما قلنا يجب الحذر من الشوط الثاني، ان شاء الله يعني راح يكون الخير في الشوط الثاني. حاليا اعزائي الكرام ننتقل الى تصريحات الكاف. تصريح الكاف شاركها معنا الظاهر امامكم، اكدوا من خلاله قائلين الكل مستعد بطريقته الخاصه، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري دخلوا سيريو كما تشاهدون في هذه الصور الظاهره امامكم، بينما لاعبي منتخب انغولا دخلوا بالشطح والرديح كما تشاهدون واغاني والى اخره، كانوا موتيفيو في ارواحهم اعزائي الكرام قبل هذه المباراه، ولكن انا نقول لهم، مش انا اللي نقول لهم، بل لاعبي المنتخب الوطني الجزائري هم اللي يقولوا، ردوا عليهم كل من بغداد بونجاح وكذلك ايضا يوسف بلايلي بالشطحه فوق ارضيه الميدان، نحن لا نحتفل قبل المباراه بل نحتفل بعد تسجيل الاهداف، وان شاء الله نحتفل بعد نهايه المباراه. بالنسبه للنقطه المواليه طبعا بعد نهايه الشوط الاول الكاف صرحت قائله ان الجزائر في الصداره بعد شوط اول خرافي، والشكر يعود لهدف بغداد بونجاح في وقت مبكر، وكذلك صرحوا قائلين بتسديده بغداد بونجاح الجزائر تتقدم على انغولا. أما بالنسبة للكوتش جمال ماضي مدرب منتخب الوطني الجزائري صرح قائلا قبل المواجهة أمام منتخب أنغولا لا بد من الفوز ولا بد من حصد أكبر عدد من النقاط في الوقت الراهن، لا يجب أن نقول أننا مرشحين للفوز باللقب، في النسخة الماضية قال الجميع نفس الشيء لكن لم نستطع تجاوز عقبة دوري المجموعات، فبالماضي حذر هذه المرة من الغرور وحذر بشكل كبير جدا يعني من العين، العين حق خوتي، ما راناش مرشحين ويجب الحذر في الشوط الثاني، وان شاء الله تكون النتيجة والثلاث نقاط في جيب المنتخب الوطني الجزائري بعد نهاية هذه المباراة. لحد الساعة الشوط الثاني لم يبتدئ، راح نشوف ان شاء الله شوط ثاني ان شاء الله يكون لصالح المنتخب الوطني الجزائري، وماذا بينا لاعبي الخضر يفرحونا في هذه المباراة. على كل حال كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.